أن أيوه. إيه اللي حصل؟ فجأة بعد ما خلصت فيلم اسمه طباخ الرئيس خدت عين ونال استحسان الناس على مستوى الوطن العربي كله. ده نال استحسان، ده احنا ده لغاية دلوقتي ده الواحد بيشوفه جميل. فيلم من الأفلام العزيزة يعني. خدت عين بعد الفيلم قبل ما يتعرض بشهر غيبوبة لا أدري سببها. أطول غيبوبة في التاريخ، أطول مريض يقعد في الغيبوبة، يعني أدخن مريض خلينا نقول اللفظ. أيوه ده أيوه. بيقعد ماكسيمم 10 أيام، أنا شهرين في غيبوبة كاملة. استاذ طلعت أنت قعدت شهرين؟ شهرين، والدكاترة غيبوبة. أكيد اللي عالجوني بيسمعونا دلوقتي وشايفين البرنامج. مفيش حاجة خالص خالص، هو غيبوبة يعني موت. شهرين موت، حاطط تنفس صناعي، أجهزة التنفس كلها فيا، وبيخشوا يبصوا علي عايش أوكي ويبقى ماشي، ودول مستنين على باب الأوضة عشان الدكاترة تقول لهم البقية في حياتكم في أي لحظة. لا معقولة يا أمي؟ كنتوا بتستنوا يخرجوا يقولوا لكم البقية في حياتكم؟ هو كان الدكتور للدرجة كان دي؟ الدكتور كان بيقول لنا، يعني الدكتور لما بندخل عشان نطمن يقول لنا لا يعني شوفوه يمكن دي آخر مرة تكونوا هتشوفوه فيها، فنطلع من جوه اصلا يعني عمر يطلع شايلني من جوه اغمى عليا بقى خلاص، يعني الدكتور بيقول لنا مفيش كلام ده. أيوه. نروح البيت نلاقي التلفزيون بيقول ان هو توفى، فابتدينا ان احنا مش عارفين نعمل ايه، فروحنا بقى نقعد في المستشفى بقى عشان لا قدر الله اي حاجه تحصل احنا قاعدين مش هنمشي. انا بنفسي قريت خبر وفاتي في الجورنال. بالظبط. قريت والله جامل لي مجله كده باباراتزي والحاجات دي. أيوه. أيوه. ولقيت العنوان فوق وانا اللي بقراه، وفاة الفنان طلعت زكريا. يعني لا وفي قناه فعلا طلعت فيها فنانه طبعا بدون ذكر اسمها، طلعت وقاعده ولابسه اسود، فنانه يعني بدون ذكر اسمها، بقول لك بعد الحلقه طلع لابسه اسود وبتتكلم على ان هو خلاص توفى وكلام كده غريب، لغايه ما طلع دكتور اشرف زكي بقى كذب الكلام ده كله يعني بصراحه. وانتوا شفتوها وبتتكلم كده عمل حسيتي ايه؟ ما يعني اللي هو انت عايزه تتشهري ولا انت عايزه ايه بالظبط؟ ما تفهميش. هو قاعد معاكم؟ هو كان في المستشفى. طيب انا عايزه ناخد التحدي ده بالراحه كده، لاني عندي شويه معلومات حصلت لك اثناء الغيبوبه. يعني استاذ طلعت لما صحي ابتدى يحكي حاجات حياه هو عاشها في الغيبوبه. بالظبط صح تعبير ده؟ بالظبط. يعني عشت ايه بقى؟ شفت مين؟ شفت نفسك في ايه؟ كنت بشوف نفسي طاير في سحب وسماء، وكنت بشوف ناس قريبين مني قوي. أيوة. وشوشهم سودة واشكالهم غريبه جدا. قريبين منك ازاي؟ قريبين مني. قرايبك يعني؟ من العيله. من العيله. وشوشهم سودة بلاك وعينيهم زرقاء والعياذ بالله. شبه بس عارفه ده مين؟ شبه الشياطين، عارفهم بالاسماء. وبعدين كات بلغة السينما بقى، كات ايوه، على الاقي ايمي لابسه الاسدال وبتصلي في اوضه كده في حته تانيه لوحدها، الاقي عمر ابني واقف بعيد وبيضحك. انا ممكن اقول ده احلام، او ممكن ناس بتسمعني دلوقتي تقول ده احلام، انت ابني عيان وكنت بتحلم. لا طيب في فرق جامد بين الحلم وبين طيب اللي انا بقوله. انت كنت بتحس، يعني بتحس جوه الغيبوبه كنت بتحس يعني حد مثلا يسلم عليك خالص، او حد يعمل لك كده في كتفك خالص؟ مفيش احساس خالص. واللي قاعدين حواليك مفيش اي تعبير؟ العين لا كده ولا كده، العين مقفوله. لم نجوى الغيبوبه دي والعياذ بالله وبعيد عن السامعين موت. الدكاتره يقول لك ده موت مؤقت، يعني فاضل بقى ان الروح كمان تطلع للي خلقها، ده اللي فاضل. انا لسه عمري فيه شويه، فربنا رجعني. انت خسيت كم كيلو؟ انا خسيت اكتر من 50 كيلو. يا كتير. انا كنت بشوف نفسي في المرايه اقول اولا انسى شكل الكاميرا دي، انا مش هرجع امثل تاني، انا انتهيت. لاني رفع الازازه كده وربط لي دماغي وحلق لي شنبي، دي مشكلة بقى تانية، حلقة الشنب دي. انت صحيت لقيتهم حالقين لك شنب؟ قمت من النوم لقيت شنبي مش موجود، دي كانت كارثة سودة. قمت من الغيبوبة؟ يا نهار ابيض، والله العظيم. والله العظيم.
يعني اول ما فقت عملت كده مفيش شنب. مفيش شنب، انا متعود اعمل كده الاقي زي ما حضرتك شايفه كده. انت كل شويه بتعمل كده. اه بتطمن يا عيني. بطمن انه موجود. لا ده هيطول بعد ما تمشي ما تقلقش. وبعدين وانا بالمستشفى بعمل كده لقيت يعني حاجه ناعمه. لا انا مش متعود. حصل لك ايه بقى؟ فعندي كرسي متحرك قمت. ما كنتش بقدر اقوم بس قمت عايز اشوف ايه في ايه. قمت سندت جامد جدا ورحت قدام المرايه ما لقيتش طه زكريا، لقيت خالته ام احمد واحده واحده بشرب كده وما فيهاش شنب يا حبيبي. دي عير وصويت كاني مت المستشفى. ده كان في باريس الكلام ده. صرخت صريخ وقعدت اخبط على باب الاوضه، الناس قالوا لك الراجل مات او بيموت خلاص يعني. لابس الاشارب؟ لابس الاشارب وحلقينك. وقعدت من على الكرسي وقعدت اخبط على الباب عايز اعرف حقيقه شنبي ايه.